حكومة الأنبار المحلية تفتتح مستشفى الحجر الصحي الكرفاني في الكيلو 7 بعد التبرع لمستشفيين، الأول في العاصمة بغداد والثاني غرب الرمادي، ليتم افتتاحها على النفقة الخاصة، بالإضافة إلى مستشفى آخر للأقضية الغربية. هذا المستشفى بهذه بشكل متكامل وأصبح جاهزا للعمل. هذا تم تشييد حقيقة من قبل التبرعات المواطنين أبناء المحافظة بشكل عام، من شيوخ العشائر، من ميسوري الحال، من عدد من الموظفين في الكوادر المحافظة بشكل عام. وهناك أيضا اليوم تم الاتفاق على إن شاء الله تشييد مستشفى آخر في المناطق الغربية في محافظة الأنبار أيضا على النفقة الخاصة. هذا حقيقة سيغطي الحاجة للمحافظة أو في مركز المدينة في المحافظة والتوابع لها. هذا المستشفى هو يكون مخصص لأمراض للمصابين بكورونا بعد انتهاء الأزمة إن شاء الله من هذا المرض. سوف تعمل دار صحة الأنبار على أن يكون هذا المستشفى إلى وحدة من أو جزء من باقي المؤسساتنا الصحية لاستخدامها، بعدها نقرر لاستخدام ما يكون حمايات أو يكون هنا مستشفى خاص لهذه المنطقة ويخدم هذه المنطقة. كوادر المتخصصة بإنشاء المستشفى كشفت عن أن الساعة السريرية للمركز تقدر ب 130 سريرا وبمدة إنجاز 20 يوما، ولجناحين، الأول للحجر الصحي والثاني للإداريين، وبما يحتاج إليه كل مصاب. جناح للعزل وجناح للمشتبه فيهم والإداريين والكادر الطبي وصيدلية ومختبر. السعة السريرية للمستشفى 130 سرير للجناحين، طبعا مدة تنفيذ المشروع 20 يوم. افتتاح أول مستشفى الحجر الصحي في الرمادي خطوة لتهيئة الأجواء للمصابين بفيروس كورونا واستغلالها مستقبلا للمناطق المحيطة بها، خصوصا في ظل قلة المراكز الصحية في أغلب مناطق المحافظة. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.